محاورات المسؤولية الوالدية. الكتاب بيتكلم عن 6 محاور أساسية مهمة من مسؤولية الوالدين تجاه أطفالهم، اللي هي بتكون الوقت والتعليم والأخلاق والتربية والشخصية واختيار الأصدقاء. الكتاب بيتضمن أيضا قناة اليوتيوب الخاصة بالجمعية، فيها برامج مناسبة للأطفال. بيتضمن كمان شغلة بيكون غافلين عنها كثير من الأهالي، اللي هي الرموز اللي بتكون قبل الأفلام عند مشاهدة أطفالهم للتلفزيون، لأنه في عندنا رموز بتعني إنه الفيلم بيكون مثلاً أكثر من 13 سنة، أكثر من 18 سنة، أو في رموز بتكون بتدل إنه المحتوى مناسب للأطفال. فالكتاب هذا مرة مهم بيكون للوالدين، ويقدروا الأطفال كمان يتصفحوا لأنه تصميمه جذاب، مو ممل، في ألوان، في رسومات. كيف ممكن أحصل على كتيب التوعوي؟ عن طريق مسح الكود الخاص بي، بيتحمل الكتيب، أو عن طريق الدخول لموقع جمعية المودة.